يسعد الله اوقاتكم بكل خير مشاهدينا، واهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من صباح بلقيس. نورتونا مشاهدينا في هذه اليوم. طبعا مشاهدينا حيكون في معنا فقرات كثيره ومتنوعه. ويسعد صباحك دياس. صباح الطنانه سويه. انا منتظره تبداي. مش مشكله، انا يعني انت واحد. صباح الخير مشاهدينا في كل مكان. قبل ما نستعرض اليوم فقرات برنامجنا، نبارك للناجحين في امتحانات الثانويه العامه لهذا العام 2022. ألف مبروك لكم أيها الطلاب، وفعلا من جد وجد ومن زرع حصد. واليوم مشاهدينا حيكون في معنا حوار مع رائدة أعمال يمنية تبدع في صناعة الصابون، ونشاهد معا تقرير عن معابد وكنائس مهجورة وهم شواهد تاريخية مهمة على مدينة السلام عدن. وأيضا سنتحاور اليوم مع صدام قنام وهو فنان تشكيلي حول الجدران إلى لوحات إبداعية. وكالعادة بنشارككم مجموعة من التقارير والأخبار المنوعة من كل أنحاء العالم. تابعونا الآن مشاهدينا على البث المباشر على صفحتنا الخاصة بقناة بلقيس. حلقتنا ابتدأت، حياكم الله. حياكم مشاهدينا. أعلنت وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن يوم أمس نتائج اختبارات شهادات الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2021 و2022، وبلغت نسبة النجاح في اختبارات الشهادة الثانوية العامة قرابة 92%، فيما بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا غمار الاختبارات 82,728 طالبا وطالبة، نجح منهم 75,999 بنسبة دقيقة وصلت إلى 91.9%. وأشاد وزير التربية طارق سالم العكبري بجهود القائمين رغم ظروف الحرب التي تعيشها البلاد، داعيا الطلاب للاهتمام ببناء اليمن ونهضتها. هذه هي البداية الآن لطلاب المدارس، إنهم يغادروا المدرسة وينطلقوا الآن للدراسة في الجامعة. نتمنى أنهم فعلا يختاروا التخصصات اللي تناسبهم ويجدوا أنفسهم فيما سيدرسوا بإذن الله. على فكرة أنا سعيدة، مش عارفة ليش، برغم أني قد تخرجت من الجامعة تخرجت من الثانوية، بس فعلا هذه حالة يعني يشعر فيها كل الناس والله. صحيح. وننتقل إلى الخبر التالي. صحيح. وديان انطلقت على هامش فعاليات منتدى الشرق الشبابي السادس في إسطنبول حملة إخوة الدم، تبرع فيها المشاركون بالدم للهلال الأحمر التركي. وشارك في الحملة القائمون على المنتدى وكثير من الحاضرين الذي كانوا قد سجلوا طلباتهم ومعلوماتهم قبيل التبرع، كما شارك رئيس المنتدى وضاح خنفر للتشجيع على التبرع والعديد من المسؤولين ورجال الأعمال. الهدف من الحملة تعزيز الأخوة بين تركيا وبقية الدول المشاركة من دول العالم في المنتدى، ومن أجل صناعة مستقبل مشترك يسعى للخير والبناء والعمل الصالح، وليس لإراقة وسفك الدماء ولا لإضاعة حقوق الشعوب في المنطقة. أقيم المؤتمر قبل يومين تحت عنوان انعتاق الخيال، وبحضور نحو 1000 من الشباب والأكاديميين والمؤثرين من عدة دول. فعلا مثل هذه الأنشطة مهمة وديان. وطبعا منتدى الشرق تم تأسيسه من عام 2012، ولا يزال في كل سنة يعني يبهرنا بهذه المؤتمرات التي تركز بشكل كبير على مشاكل الشباب في منطقة الشرق الأوسط. يعطيهم ألف عافية الشباب والقائمين على هذه الفعالية. وننتقل إلى خبر آخر. من المعروف أن قضاء ساعات طويلة في المكتب يسبب تعبا وإرهاقا شديدا، حتى لو كان الجهد ذهنيا فقط، لكن ما السبب في ذلك؟ نتعرف الآن وديان. العلماء وجدوا أن السبب يعود لوجود مادة كيميائية سامة تدعى الجلوتومات، التي تبدأ بالتراكم في الدماغ بعد أن تبقى نشطة لفترات طويلة. هذه النتيجة جاءت بعد أن أجرى الباحثون تحليلاً طيفياً بالرنين المغناطيسي لمراقبة كيمياء الدماغ على مدار يومين لمجموعتين. هذه المجموعتان قسمت إلى مهام ذاكرة حاسوبية سهلة وأخرى صعبة، والتي تضمنت تذكر ومطابقة سلسلة من الأحرف ذات الألوان المختلفة لما يقرب من 6 ساعات. أما النتائج فقد أظهرت بأن الأشخاص الذين لديهم مهام أصعب يميلون إلى الخيارات التي تعطي نتائج بسرعة أكبر.
ويأمل الباحثون أن تسهم هذه الدراسة في تطور أجندات العمل للمساعدة على تجنب الإرهاق. يمكن أنا اليوم عندي شوية إرهاق تقريباً اليوم مع بداية الحلقة. قضيتي ساعات طويلة أمس بالليل يعني. الجميل وديان أنه مايكروسوفت الآن في توجه كبير في العالم أنهم يقللوا ساعات العمل. أنا خايف المدير الآن يسمعني. مايكروسوفت إن شاء الله إيش يقولوا تكون سعيد يفهم مسعود. لكن فعلاً الدراسة وجدت وديان أنه كل ما قللوا ساعات العمل من 6 أيام إلى 4 أيام في الأسبوع للعمل، شافوا أنه زيادة الإنتاجية زادت، إلى جانب أنه قلت حوادث السيارات وغيرها من والأهم من هذه هي زيادة الإنتاجية. فيمكن في توجه عالمي اليوم نحو هذه الأشياء بسبب التكنولوجيا طبعاً. إذن عشان ما نطننش في البرنامج نطالب بتخفيف ساعات العمل. نمزح طبعاً. ننتقل إلى الخبر التالي قبل ما نروح 60 داهية. مشاهدينا، مع التغيرات العالمية التي تحصل في الطقس إما بارتفاع درجات الحرارة أو هطول أمطار كثيرة ومفاجئة، أحد العلماء أعد تجربة علمية تكشف خطر هطول الأمطار بعد ارتفاع درجات الحرارة. التجربة أجراها البروفيسور روب تومسون من قسم الأرصاد الجوية بجامعة ريدينغ في بريطانيا، وبيّنت خطورة هذا الأمر، وهي تقيس مدى سرعة امتصاص الأرض للأمطار. تتلخص هذه التجربة بقلب كوب ماء رأسا على عقب على 3 رقع من الأرض، وهم عشب مبلل وعشب جاف وبسبب موجة الحرارة، وأيضا عشب خلال فصل الصيف العادي. فتمتص الأرض المياه في العشب المبلل والعشب بفصل الصيف، فيما تكافح لامتصاص المياه في الأرض الجافة. والنتيجة التي وصل إليها تومسون بأن تساقط أمطار غزيرة فجأة مع احتراق العشب يسبب فيضانات مفاجئة خطيرة جداً، وهو ما يدعو لتوخي الحذر. ولا يقتصر على بريطانيا فقط، لكنه يعمم على جميع الدول التي تواجه موجات حر شديدة وغير مألوفة. طبعاً سمية، الكثير من الدول وخاصة في أوروبا تعيش موجات حر كبيرة، لدرجة أن الكثير من الحيوانات وكذلك الأنهار الشهيرة يعني جفت في الأول مرة منذ سنين، ومنها نهر السين في فرنسا يعني. صحيح وديان، ويمكن العالم دائما ما كان في منظمات التابعة لحماية البيئة كانت تحذر من هذه المشاكل، واليوم نحن نشهدها أمام أعيننا للأسف. يمكن بعض الدول لم يأخذوا على يعني هذه التحذيرات على محمل الجد يعني. نتمنى فعلا أن يتم إنقاذ الأرض لأنه إحنا عايشين فيها طبعا. ومشاهدينا، بما أننا نتحدث عن الأرض، هناك أيضا حشرات جميلة، هل تودون أن تتعرفوا على أجمل فراشات هذا العالم؟ هذه الفراشات تظهر لأول مرة في غابات تشونجشينجيا بمقاطعة هوبي بالصين، والتي تعرف بالفراشة الذهبية. وتعتبر فراشة ترويدز أسياكيس واحدة من أكثر الفراشات زينة ونوعا مسجلا حديثا في منطقة شيويونجيا. وبحسب الأستاذ وو غانغ المشارك في كلية علوم وتكنولوجيا البنات بجامعة هواتشونغ الزراعية، والذي كان أول من اكتشف الفراشة، فإن البيئة المعيشية للفراشة الذهبية قد دمرت بشكل مستمر بسبب توسع الأنشطة البشرية، وهو ما قد يسبب خطر مواجهة الانقراض. صحيح وديان، تعتبر الفراشات من أكثر الحشرات الموجودة في العالم، وتعاني هذه الفراشات للأسف من عدم بسبب اختلاف طبعا درجات الحرارة واختلاف البيئة اليوم إلى أنها مهددة بالانقراض. وطبعا نعرف مشاهدينا أنها تقوم بأهم عمليات التلقيح وتهاجر مسافات طويلة. فمؤسف أن نفقد هذه الفراشات الجميلة. ومع الفراشات ننتقل إلى فاصل قصير ونرجع لكم، خليكم معنا. مشاهدينا، نبدأ مع أولى تقاريرنا العربية. مزارعون سوريون يعودون لزراعة شجرة الفستق
الشجرة المعروفة بالشجرة الذهبية. عوامل كثيرة أضرت بشجرة الفستق، منها الحرب والعوامل المناخية وعوامل أخرى كثيرة، ولكن ومنذ الآن بدأ المزارعون العودة إلى زراعة الفستق، مستمتعين بمشاهدة نمو هذه الشجرة أمام أعينهم من خلال حبوبها الكستنائية اللون. لنشاهد التقرير. بالنظر إلى عناقيدها المتدلية كاستنائية اللون، يخيل للناظر بأنها عقد من لؤلؤ. شجرة الفستق، أو كما تعرف بالشجرة الذهبية في التربة الفقيرة، تعود مجدداً لتزين صيف سوريا وتحيي الأمل في أراضي البلاد. قلت الأمطار والتغير المناخي بشكل كامل، مع نقص المواد الأساسية اللي بيحتاجها الفلاح من أسمدة، من أدوية، من مبيدات، هذا الحديث كله أثر على الفلاح بأكثر من 80% تماما. يعني اليوم أنا كنت من 100، أنا اليوم ما أخذ 20% أو 30% من إنتاجي. كثيرة هي العوامل التي تسببت في تراجع زراعة هذه الشجرة المثمرة، والجفاف الذي لم تشهده البلاد منذ 70 عاما، والسبب الأخير ربما بعد حرب أكلت الأخضر واليابس. نقص المواد الأساسية من أدوية وأسمدة حرم المزارعين نعمة الاعتناء بمحاصيلهم ومشاهدتها تنمو أمام أعينهم، والتمعن بتفرد لون ثمارها التي قحلت بسبب احتراق الأشجار في الحرب والأضرار الناجمة عن تغيير المناخ. يعني اليوم أنا ما عندي أدوية، صعب تأمينها بسبب الحصار الاقتصادي اللي صار على البلد. المحروقات، يعني اليوم أنا محروقات ما في عندنا. هلا شايف كيف ما يصير عندنا شمال البلد، أخذين المحروقات كلها مسروقة وما نتعرض لانضغط، ما في. يعني أنت اليوم أنا مضطر أسقي، ما في. يعمل المزارعون جاهدين لتوفير الإمكانات التي تسهم في عودة شجرة الفستق بحبتها الكبيرة ذات المذاق المختلف، فلجأوا لمقاومة الجفاف بالألواح الشمسية حتى يتسنى لهم تصدير ثمار هذه الشجرة إلى دول عديدة كما كانوا سابقاً. يعني الفستق أكثر شيء، يعني أو ألذ شيء ممكن نضيفه على كل أصناف الحلويات. اليوم أنت طالعة فستق. طيب سمية، تعتقد هل هناك مثلاً صابون مثلاً بنكهة الفستق؟ والله هذه شيء غريب ممكن نكتشفه اليوم مع ضيفتنا. مشاهدينا، موضوعنا اليوم عن الصابون، ويعتبر من أكثر المواد التي نستخدمها بشكل يومي ولا غنى لنا عنه، وتتعدد أشكاله وأنواعه وروائحه، وتكثر الشركات المصنعة له. فقد بدأت صناعة الصابون منذ آلاف السنين، واستمرت بالتطور حتى وصل الصابون لما هو عليه اليوم. ومؤخراً ظهرت صناعات منزلية لهذا الصابون، ولقت رواجاً كبيراً وإقبالاً لدى الناس. واليوم سنلتقي إحدى رائدات الأعمال اليمنيات والتي تعمل في مجال صناعة الصابون، لنتعرف على تجربتها ونتعرف أكثر على الصابون الذي تصنعه. فأهلاً وسهلاً بك صفاء مجلي، صاحبة مشروع صافي لصناعة الصابونية. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً فيكم. أولاً تشرفت بزيارتي لكم وشكراً على هذه الدعوة الرائعة، واهلا وسهلا بجميع المشاهدين. احنا سعيدين اليوم فيكي وبهذه الاشكال الجميله التي انت بتصنعيها. يا صفاء، بدايه صفاء، احنا نعرف انه استخدام الصابون احنا نعرف كلنا، لكن نادرا ما نبحث عن المواد الاساسيه لصناعه الصابون، فهل ممكن انه تكلمينا من يعني عن الصابون واهم مكوناته الذي انت بتفعلي؟ يعني الصابون طبعا تعرفوا حتى زمان في اليمن كانوا يستخدموا تراب الروس. أيوة. التراب في نظافة الجسم لإزالة الجلد الميت. طبعا بدأت صناعة الصابون من العصور الوسطى وتطورت. في أسطورة تقول أنه بدأ صناعة الصابون البابليون في العراق.
كان طبعا في أوروبا صابون ما حد يستخدم الصابون للأغنياء جدا لأنه كان غالي جدا. وتطورت صناعة الصابون إلى أن أصبحت ما عليه اليوم يعني بأشكال عدة وأنواع متعددة كثيرة. أهم مكونات الصابون هي الزيوت. إحنا دائما نستخدم الصابون عشان نشيل الزيت أو الدسم أو لكن المكون الأساسي في الصابون بذات الصابون الطبيعي هي الزيوت الطبيعية النباتية. هذا الذي بيميزه عن مثلا الصابون العادي. أكيد أكيد في فرق بين الصابون الطبيعي والصابون التجاري. أو طيب أنت الآن ما شاء الله صاحبة مشروع، إحنا الآن حابين نعرف من أين جاءت الفكرة، ليش اخترتي صناعة الصابون؟ شوفي بداية أنا مدربة تنمية بشرية ما شاء الله. ومجالي نهائيا ما هوش في الصابون، بس احب اني يكون لي بصمتي او احب اني اكون اسوي شيء يشعرني بالسعاده واكسب منها المال. فبدات ادور على مشروع صغير من البيت كاسر منتجه. طبعا انا فكرت في الطباخه وكذا لكن ليست من هواياتي يعني. أيوة. فقط اطبخ للبيت مش للاخرين. فكرت في اكثر من مشروع وبحثت في اليوتيوب، هذه كانت بدايتي، بحثت في اليوتيوب وكانت أول فكرة أنه أسوي صابون شفاف داخله لعبة للأطفال أو داخله قلوب إذا أحد بيعطي هدية أو داخله أي شكل مجسم داخل الصابون الشفاف. هذه أيوة. كانت بداية الفكرة. طيب بما أنه بدأتي يعني من الصفر ودخلتي اليوتيوب، إيش الصعوبات اللي واجهتيها؟ أكيد كيف أصنع هذا الصابون؟ كيف يعني لأي درجة يعني درجة حرارة تذويب الصابون، كيف أسويه، كيف أصبه، كيف يرجع مرة ثانية يتكون إلى يعني صلب، إلى هذا يعني من هذه الأسئلة. فأولاً بحثت عن شركة تبيع الصابون الخام، وجدت شركة أمجاد آسيا، طبعاً هي موجودة في المملكة العربية السعودية في جدة. لما طلبت منهم أني أشتري صابون عرضوا علي أنهم يعطوني دورات في صناعة الصابون، وكان هذا جداً رائع صراحة، لأنه لما تأخذي دورات يكون عندك ذكاء أكثر. أيوة. وتقدري أنك تسوي بشكل أفضل، وتوسعت عندي الفكرة أني أسوي أنواع ثانية مش مجرد اللي داخلها لعبة وإلى آخر. فعلاً يعني ما تأخذي تدريب تكوني متمكنة ومحترفة أكثر في أيوة. الصناعة. صح. فأخذت منهم الدورات وأخذت منهم الصابون وبدأت أصنع. طيب إيش اللي يميز منتجك عن باقي المنتجات الموجودة في السوق؟ يعني في كثير أنواع صوابين، إيش يميز صابون صفا؟ إيش دي طرقك الخاصة يا صفا؟ طبعاً يميز الصابون الطبيعي بشكل عام. أيوة. إنه هو يحتوي على الجلسرين الذي ينتج من الصابون. طبعاً عند صناعة الصابون الخام الطبيعي بتتكون من هذه الزيوت المصنعة، بتتكون مادة الجلسرين بنسبة 30%، والثلثين بيكون الصابون. فالشركات التجارية بتبيع الصابون بدون الجلسرين، يعني يكون خطير على البشرة. أيوة. بياخذوا الجلسرين ويبيعوه لشركات أخرى، ممكن لصناعة السماد أو المنتجات الأخرى. فلذلك الصابون الطبيعي أو صابون الجلسرين هو يعني أغلى من الصابون العادي لأنه محتفظ على الجلسرين الموجود فيه. طيب الآن يعني بصراحة قد فيني فضول أعرف عن الأنواع، يعني وتكلمين عنه، يعني مثلا هذا نوع ايش وهذا ايش، وانت اصلا بشكل عام ايش بتصنعين من انواع للصابون؟ انا اصنع الصوابين معظمها علاجيه يعني. أيوة. تشيل المشاكل اللي في البشره. مثلا صابون الكركم، الصابون بالحليب والعسل، صابون بالفحم النشط، الحب الشباب. في صوابين بروائح، طبعا الروائح طبيعية وزيتية ما تأثر على البشرة. فيها اللافندر، فيها الفانيليا، شوكولاتة، كمان ليمون أو حسب طلب الزبون. أيوة. طب أنا شفت هذا مثلا الذي في العلبة السوداء، ممكن تكلمين عنه أكثر لأنه شكله كذا؟ هذه مكشرات مختلف. مكعبات التكشير. أيوة. حبيت أسويها بشكل مكعبات على أساس أنك ممكن تستخدمي المكعب الواحد إذا للوجه فقط، ممكن تستخدميه مرتين أو ثلاث مرات. هو صابون يعني؟ من مكوناته الصابون الطبيعي. أيوة. الجلسرين، وكله مكونات طبعا طبيعية كل أيوة. منتجاتي. طيب أنت برأيك إيش اللي يعني يميز الصابون المنزلي عن الصابون الصناعي؟ هو أنه زي ما قلت لكم محتوي على مادة الجلسرين اللي بتنتج منه. أيضا في صابوني أضيف فيتامين إي. كل الإضافات اللي أسويها في صابوني كلها طبيعية، والحمد لله أكثر ما يميز الصابون هو رد فعل الزبائن. أيوة. وهذا أكثر ما
يعني يجلب لي السعادة صراحة. إيش هي ردة فعل الزبائن؟ إيش نعرف يعني؟ الله يسعدك، والله تحسنت بشرتي، وجهي صار صافي، راحت المشاكل، الحبوب اللي في بنتي راحت إلى آخر. فعلاً الصوابين الصناعية للأسف أو اللي تباع في السوبر ماركت عادة تجفف البشرة، ممتاز، تسببها هشات، حكة أحياناً. طيب الأنواع اللي أنت معاكي قلتي إنها هل تنفع لكل أنواع البشرة ولا بتعملي يعني لبشرة معينة؟ لأنه تعرفي في أنواع، في بشرة جافة، في بشرة دهنية، فكيف يعني؟ هل في صابون خاص بالبشرة فقط، خاص بالجسم فقط؟ أكيد لا، من ناحية البشرة والجسم الصابون الطبيعي يعني ينفع لكل الجسم. طبعا الصابون وظيفته انه يزيل الأتربة، الأوساخ، الجلد الميت، يجدد البشرة. الصابون الطبيعي واللي هو الجلسرين يخفف علامات التقدم في السن، صراحة جدا رائع. الصابون الصناعي مشكلته انه زي ما قلتي يجفف البشرة، يشيل الزيوت الطبيعية اللي البشرة محتاجتها اللي هي بتفرزها، لكن صابون الجلسرين يحافظ على هذه الزيوت الطبيعية ويزيدها يعني فائدة. طيب مثلا في كثير من الفتيات الان يشوفوكي وبتعتبري مصدر الهام لهم يا صفاء، ايش مثلا واحده الان تشي تفتح مشروع مثل هذا المشروع او تبدا بصناعه الصابون، ايش الاشياء التي يجب مراعاتها عند صناعه الصابون يعني؟ اولا يجب مراعاه اول شيء النظافه في قوالب السيليكون، في الادوات اللي بتستخدميها، لانه صح انه ما هوش اكل بس هذا بينحط على بشره الاخرين. يعني انا غالبا الصابون اللي بنبيعه بنستخدمه انا وعائلتي. ايوه، فدائما مراعاه النظافه، مراعاه درجه حراره تذويب الصابون، ما يجلس لما يغلي ولا يجلس بحيث انه يصير كلاكيع ومش كويس. لازم انه الافضل تاخذي دورات عشان تحسي حتى بالثقه لما تصنعي، تقدري تضيفي اشياء بحكم خبرتك وبحكم طبعا هذا الصابون انا بداته زي ما قلت لكم بنوع واحد، بعدين كل فتره اسوي نوع جديد. اخر شيء الحليب والعسل واللي بالفحم النشط اللي بالنيله الصحراويه المغربيه، هذا كلها جديده انا سويتها. يعني بتتطور يا صفاء. اكيد. طيب انت ذكرتي انواع كثيره، ايش هي اكثر الانواع رواج يعني اكثر الناس مطلوبه من الناس يعني؟ طبعا توب الكركم فعلا هو معروف مشهور في اليمن انه الكركم بشكل عام يعني هو مفيد للبشره، ودائما احنا الامهات يستخدموه رغم اني ما احب لونه الاصفر على البشره، لكن لا بالعكس بالصابون ما يطلع لون نهائيا. أيوة. هذا هو المميزه، حتى المقشر اللي بالكركم ما يطلع لون في الجسم. هو فعلا هو كل ما كان طبيعي اكثر كل ما كانش يطلع لونه، وهكذا الاساس، لكن في بعضها اللي تكون غذائيه وتكون ملونه وهي مختلفه. أكيد. عن أيوة. اللي هي للبشره تقريبا. طيب نجي نتكلم على موضوع المستقبل، كيف تشوفي هذا المشروع يا صفاء وكيف بتخططي لهذا المشروع انه يكبر باذن الله؟ والله اخطط للعالميه انا ان شاء الله باذن الله. وطبعا ما يميز الانواع اللي اسويها زي ما قلتوا الاشكال، فإن شاء الله أنه ما تفقد هذا الشيء أو أني أرجع أسويها بالشكل العادي، القوالب العادية إن شاء الله أنها تظل كذا شكل ورود وشكل يفتح النفس الواحد. أيوة. يستخدم. لا لا لو سمحتي لا تغيريها، شو الله أني صراحة أكلمك عين عليك وعين على الصابون، فعلا شكلها تحف فنية ما شاء الله. والله وأكثر من مرة زبوناتي يكلموني الصابون حقك مو قادرين نستخدم عيالنا يبغوا ياكلوا. لا فعلا اشكالها لطيفه. طيب برايك يعني صفاء ايش هي اهميه ان يكون مع المراه مشروعها الخاص؟ هذا شيء مهم جدا، حتى وان كنت تملكي المال من ابوك، من زوجك، من اي مصدر من المصادر، لازم يكون عندك مهنه في يدك. أيوة. او حرفه تقدري انك تسويها، لان الزمن زي ما نعرف دوار والزمن يتقلب، حتى لو ما لقيتي اي شركه تشتغلي فيها، لو ما لقيتي اي مكان يعني تنضمي له، يكون في يدك حرفتك الخاصه. زي ما قلت لكم انا مدربه تنميه بشريه، لكن احب انه يكون زي ما يقول احمد الشقيري، لازم يكون عندك هوايات، هوايه تجلب لك الصحه، هوايه تجلب لك السعاده، وهوايه تجلب لك المال، على اساس لما لازم تدوري شغفك وين، ايش الشيء اللي انت تحبيه، وعن طريق هذا الشيء تقدري تلقي ايش المشروع اللي ممكن تبدأي فيه وتستمري فيه وتطوري فيه.
صحيح، واللي عجبني في مشروعك انه انت يعني انت بحثتي، انت ما كان عندك فكره في البدايه انه حيكون الصابون مشروعك الخاص وانه حيكون في اقبال على هذا الصابون. وطيب نتكلم الان على العائله، كيف رد فعل العائله؟ كيف شفتي قبول المحيطين بك من اصدقاء من عائلتك المحيطين فيك؟ جدا سعيدين ومبسوطين، وطبعا بشرتنا كلنا تحسنت، كلنا مش بس طبعا صديقاتي دائما يستخدموا من صابوني وهم كانوا من المشجعين لي صراحة. الحمد لله يعني النتيجة مرضية جدا، ما اشترينا صابون برا خلاص نهائيا وفرنا. طيب صهواء، انت الان بتعملي هذا الشيء في البيت صح؟ ايوه. طيب حاليا اذا تجيلك طلبات كبيرة كيف تسوي؟ انا ممكن اصنع حتى بطلبات كبيرة مش مشكلة، بس ان شاء الله في المستقبل بيكون لي المصنع الخاص فيني ان شاء الله. طبعا الشعار انا صممته لنفسي صافي صوب. أيوة. من ناحية انه صافي قريب من اسمي صفاء. أيوة. ونفس الشيء كل انسان بيبحث عن البشرة الصافية، فمن هذا المنطلق الشعار من نفسي صممته. طبعا حبيت الفكرة وسويتها، واتمنى انني اوصل للعالمي باذن الله. طيب انواع الانواع الصوابين اللي انت تقدميها الى جانبها قلتي لي مقشرات، هل في منتجات اخرى ولا انت بس مقصرة على هذا الجانب؟ ان شاء الله بسوي صابونيات، صابون سائل، اكثر من شيء، ودائما انا في طور البحث ابحث ايش المفيد، ايش اللي ممكن يتركب مع ايش، هكذا دائما ان شاء الله. طيب المقشرات مثلا طريقته يعني ما تحسيش انه مثلا مغامره لما بتتركي مجال الصابون وبتبداي بتتوسعي بشكل اكبر، وخاصه الان الشركات العالميه والبراندات تنافس في هذا الشيء، ما تخافيش من هذه المغامره؟ لا شوفي، الشمس والقمر ما بيوقفوا مكانهم، والحياه ما بتوقف مكانها، فاذا استمريتي على كنت بجلس اسوي الصابون اللي داخل اللعبه. أيوة. صحيح. فالحمد لله انه هو عندي الجرأة اني ابدع واطور، ودائما قبل ما اسوي اي منتج جديد استخدمه على نفسي. يعني انت فأر التجارب لنفسك. وطبعا في انواع مثلا للبشره الجافه ما تقدر تستخدم مثلا الفحم النشط. أيوة. لانه مجفف. أيوة. هو يستخدم لحب الشباب والبشرة الدهنية والزيوت الكثيرة اللي في البشرة. أنت تنصحي البنات قبل ما أيوة. السيدة؟ أكيد أسألها إيش نوع بشرتك، إيش المشاكل اللي عندك، هل حب شباب، هل هي جافة البشرة، تستخدم الحليب والعسل إلى آخره. طيب نجي للعرائس، هل في معاكي نظام مثلاً أو روتين ممكن تقدميه للعرائس للمقبلات على الزواج؟ هل أصلاً نحن في اليمن الدعكة دي قبل العرائس؟ أي ضرورية الدعكة للعائلة كلها تقريباً. لا إن شاء الله بإذن الله، بس أسوي الصابونيات وأسوي الصابون السائل، وأقدر ألاقي هنا مشكلة صعوبة المواد الطبيعية. أنا ماني حابة أستخدم كحول في يعني منتجي، ماني حابة أستخدم أشياء تضر في البشرة، عطور ممكن تسوي بقع وتزيد الطين بلة. أيوة صحيح. فإن شاء الله بس ألاقي المنتج المكونات للمنتجات الجديدة بيصير في باكج للعروس جدا رائع بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. إذن صفاء مجلي، شكرا لتواجدك معنا، صاحبة مشروع صافي للصابون. الله يسعدكم. شكرا لك وشكرا على هذا الإبداع اللي انت تقدميه، واكيد انا حكون من الزباين اللي حيشتروا. اكيد باذن الله اتشرف فيكم ان شاء الله. شكرا. شكرا لكم، شكرا للقناة والجميع العاملين عليها، بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الف عافية. الله يعافيكم يا رب. مشاهدينا فاصل وراجعين، خليكم معنا. عدن رمز المحبة والسلام، فكانت ملتقى للعديد من الديانات، ويأتي إليها الناس من كل أماكن مختلفة، وقد عاشوا فيها على مدى قرنين من الزمان في سلام وتعايش تام. وقد بنيت في عدن المعابد الهندوسية واليهودية وحتى الفارسية، كما وعمرت الكنائس إلى جوار المساجد، ولا تزال آثار تلك المعابد والكنائس موجودة حتى الآن، وهي خير شاهد على مدينة السلام عدن. تابع التقرير التالي الذي أعدته الزميلة سمية علي، نشاهد معها بعضا من هذه الكنائس والمعابد المهجورة. كنائس ومعابد مهجورة لكنها عامرة بشواهد على مدينة السلام عدن، التي كانت طوال قرنين من الزمان
رمزاً للتنوع الثقافي والتعايش الديني والعرقي. ساهم الموقع الجغرافي للمدينة على خطوط الملاحة الدولية في جعلها نقطة التقاء عالمية، كونها محطة توقف للسفن التجارية القادمة من الشرق والغرب. بالنسبة لوجود الكنائس في مدينة عدن، تذكر المصادر أنه اليونانيين كانوا هم أول من أو أقدم كنيسة بنيت في عدن، كانت من قبل اليونانيين التجار الذي من أجل كان عدن كما عرفنا ميناء تجاري فيه من جميع الجنسيات من جميع الديانات، فكانوا يبحثون عن كنيسة، فقاموا اليونانيين هم أول من بنى كنيسة في مدينة عدن. بعد كده انتقلت الكنيسة أيضا، معنا احنا كنيسة البادري اللي هي مأخوذة من كلمة الفادري، هي نطق يوناني اللي هو بالنسبة للكاهن اللي يقولوا الفادر فادري، فتحريف عندنا احنا سموها البادري، عندنا تحريف. عندنا احنا أيضا مجموعة من الكنائس بنيت في المعلة، في حافون، معنا احنا كمان في التواهي سانت جوزيف، ومعنا احنا كنيسة الإرسالية. يعني التنوع الديني الموجود في مدينة عدن سمح لانتشار هذه الكنائس في مدينة عدن. كان أيضاً للاحتلال البريطاني لمدينة عدن دور بارز في بناء عدد من الكنائس التي ما تزال موجودة في أماكن متفرقة من المدينة حتى وقتنا الحاضر. ومع توافد ثقافات مختلفة من كل أنحاء العالم، تواجدت في مدينة عدن معتقدات وديانات استوطنتها لعقود، فبنيت العديد من المعابد اليهودية والهندوسية والزرادشتية. معبد الفرس، أهالي عدن يطلقوا معبد الفرس، يسموه معبد الفرس، اللي هو عالمياً هو Tower of Silence، اللي هو برج الصمت على مستوى يعني على مستوى العالم، يعرف بهذه المباني التي تخص الطائفة الزرادشتية اللي هم عبدة النار المجوس. هذه المباني هذه تعرف باسم برج الصمت، يعني مش عندنا فقط في عدن، إنه في أكثر من منطقة. برج الصمت هذا الموجود في أعلى خاص بعملية المكان النهائي للجثث الموتى لطائفة الزرادشتية. بالنسبة للهندوس في عدن كان لهم وجود من قبل طبعا الاستعمار البريطاني، تواجدوا الهندوس في عدن واليهود والمجوس وغيرهم وغيرهم والمسيح طبعا. عدن أيضا فيها عدد كبير من المعابد اللي تخص الديانة الهندوسية بكافة، يعني الذي يعبد القردة والذي يعبد البقرة والذي يعبد الفيلة وغيره، فتجدي أنه عدد كبير من هذه المعابد موجودة في عدن وما زالت موجودة إلى يومنا احنا هذا. اليهود في اليمن من أقدم الطوائف الدينية في العالم، وقد سكن البعض منهم عدن، فكان لهم حي ومدارس ومقبرة وكذلك أديرة عبادة. اليهود أيضا لهم معابدهم في مدينة عدن، عندهم المعبد الأكبر معابدهم الساينغوغ كان موجود في عدن، وللأسف تم تحطيمه وتهديمه وتحويله إلى مول تجاري. ما زالت مدارسهم موجودة، مدرسة سليم للأولاد الآن هي تم تحويلها لتكون مبنى خاص بمبنى الضرائب. مبنى البنات كان بالقرب منه مبنى خاص بمدرسة للبنات، حتى عدد كبير من البيوت الخاصة باليهود ما زالت موجودة، شارع سليمان موجود. عدن من مدن قليلة على مستوى العالم عرفت التعايش الإنساني والتسامح الديني بين مواطنيها، فقد شكلت تلك الفترة التاريخية حالة فريدة في تعايش سكانها مع بعضهم، فلم يكن يجمعهم دين واحد لكنهم اجتمعوا على المحبة والسلام.
فعلا شوفي سمية، على تنوع ثقافي، مش بس هناك كنائس ولكن كان هناك معابد خاصة بالفارسيين والهندوس، حتى الهنود من كافة الطوائف. لا يمكن، لأنه عدن كانت ملتقى للتجارة العالمية بموقع الاستراتيجي. صحيح. وديان، واللي لفت انتباهي في المعابد هي النقوش الموجودة والفن التشكيلي الموجود فيها، ويمكن هذا يقودنا إلى فقرتنا التالية. وديان، تحول الهواية إلى مصدر دخل تعود واحدة من أفضل الطرق المباشرة للإبداع، فلكل شخص هواية يحبذها على غيرها وقد يسهر الليالي في ممارستها، مثل الرسم، النحت، الحياكة والكتابة وغيرها، وكل هذه الهوايات من الممكن أن تتحول إلى مصدر دخل يريحنا من عناء الوظيفة. والشخص الموهوب في هذه الحالة إما أن يثبت ذاته ويثق في قدراته، وإما أن يقف عند نقطة البداية ويتراجع، ولكن من يتمسك بحلمه ويعزم على تحقيق هدفه سيحصد ثمار تعبه بالنجاح. وهذا ما فعله ضيف حلقتنا لهذا اليوم، حيث استطاع أن يحول هواياته المفضلة في الرسم على الجدران إلى مهارة يحترفها ويعمل بها، فقدم الكثير من الأعمال التي تناسب طلبات عملائه بشكل متقن وجديد، يعكس فكرة الخدمة التي يرسم لها قصتها. أنا استقبل في صباح بلقيس الفنان التشكيلي صدام قنام من صنعاء. صباح الخير أستاذ صدام. صباح الخير، كيف أحوالكم؟ الحمد لله، وأهلا وسهلا فيك في صباح بلقيس. أخيرا يعني نلتقي فيك الفنان التشكيلي، وخلينا نبدأ معك بهذا السؤال، على أول رسمة رسمتها في دفترك صدام؟ أول رسمة كانت في بدايتي في مرحلة الدراسة، يعني في المرحلة الإعدادية، رسمت أستاذي ثياب تمر. رسمت مين؟ رسمت، ما سمعناش. رسمت أستاذي. أيوه. أيوه. فرح ولا زعل؟ لا شجعني ثياب تمر، شجعني الصلدة. يا سلام. مر غني. طيب كيف عرفت انه الرسم، يعني كلنا يمكن واحنا اطفال يعني مرينا بهذه الخطوه وكنا نحب الرسم، بس انت كيف عرفت انه الرسم موهبتك الاساسيه يا صدام؟ الرسم كان لدي شغف كبير في مجال الرسم والخط العربي والفن التشكيلي بشكل عام. ايوه، يعني من بداياتك، من ايام المدرسه وانت عندك هذا الميول. أيوة، من ايام المدرسه. أيوة. طيب انت تفضل. كان لدي الشغف الكبير في هذا المجال. طيب انت بدات الرسم في سن مبكره، طيب كيف بدات الان تحول هذه المهاره او هذه الهوايه الى مصدر دخل الان، او متى بدات او كيف بدات مشروعك في الرسم على الجدران صدام؟ بدات مشروعي وهو بالرسم لاحدى المدارس، وكانت بداية، أول بداية لي رسم على الجدران. ومن بعدها تحولت إلى رسم محلات تجارية، شركات. أيوة. يمكن صدام الرسم على الجدران يعني عكس الرسم مثلا باستخدام أوراق أو مساحات صغيرة، وهذا الشيء يعني خلينا أمام تحدي كبير. كيف تعرف حجم ونوع الرسمة مثلا المناسبة للجدار، وكيف تعرف أبعاد الرسمة ويعني تنقلها من الورقة الصغيرة إلى هذه المساحة الكبيرة بجدار مدرسة أو جدار شارع أو جدار محل؟ هي حسب الخبرة، حسب خبرتي في هذا المجال، لأن لي من 2011 في هذا المجال، مع الخبرات تطورت هذا. أيوة، يعني أول شغل كان هو في مدرسة، كان هذا في عام. أيوة، كم؟ كان في 2011. في 2011. طيب من اللي يختار الرسمات صدام، رسمات الشركات أو المحلات هذه؟ هل أنت اللي بتختارها أو العميل نفسه؟ في معظم الأحيان اختارها أنا. وإذا كانت الرسمة يعني يشتيها نفسها العمل نفسه رسمة يحباه عادي، يعني نفسهم عادي. مثلاً إذا واجهت عميل يشتي مثلاً مشروع معين معه، ولكن يشتي رسمة ما تناسبش هذا المشروع، كيف تقنعه إنه مثلاً من ناحية فنية وعلشان تكامل الأفكار تقول لهم ما تنفعش هذه الرسمة
وهل يستجيب العملاء لنصائحك كونك فنان؟ لا، أكثر العملاء يستجيبون هذا. إذا كلمتهم أنا وفهمتهم بهذا المجال أكثرهم يفهم يعني. طيب كيف تستلهم فكرة الرسمة لأي جدار أو لأي مشروع أيا كان؟ من وين بتستلهم هذه الأفكار؟ أنت يعني لما بعض أعمالك اللي شفناها في المدرسة تختار مثلا ولد يكتب أو علم يحمل علم، كيف بتستلهم الأفكار هذه بحسب كل مشروع أنت تشتغله؟ أنا أستلهمها من مشروع العمل نفسه. يعني إذا كان مشروعهم مدرسة أو شركة أو مطعم أو كذا، احنا نعمل لها الرسمات حسب المشروع حقه نفسه. طيب شفنا الان صدام انك اتجهت اكثر بشكل اكبر للرسم، يعني للمشاريع هذه للجداريات الخاصه بالمحلات والمدارس، ولكن يمكن في البدايه لاحظت انك بدات بالرسم باللوحات الصغيره يعني والذي شاركت فيها في المعارض، ما تفكرش انه ترجع لهذا النشاط الفني؟ المجال الفني التشكيلي هو اصلا ما بش معانا هنا في اليمن معارض ولا اهتمام بالفنانين، فيلجا اكثر الفنانين الى الرسم الجداري والى هذه المشاكل. ايوه، لا هو فكرة رائعة حقيقة أنه يكون مصدر دخلك هو من مهارة أنت تمتلكها، يعني مش أي حد يمتلكها، مش أي حد يرسم يا صدام. طيب إيش هي الصعوبات اللي يواجهها هذا النوع من المشاريع؟ الصعوبات لا يوجد أي صعوبة، يعني توفير المواد، اختيار مثلاً الألوان، هل طبيعة الجدران اللي بترسم عليها، ما فيش أي صعوبات أثناء عملية العملية نفسها، الرسم نفسه؟ الحمد لله لا توجد أي صعوبة في هذا المجال. طيب صدام، احنا أنت عارف أنه الآن احنا في زمن السوشيال ميديا، وكيف السوشيال ميديا قدرت أنه يعني تدخل حياتنا وتصبح جزء كبير من هذه الحياة. انت قلت في البدايه انه ما فيش اهتمام بالجانب الفني عندنا، ما حاولش انك تستخدم السوشيال ميديا مثلا للترويج لنفسك او نشر اعمالك هذه؟ وكيف ساعدتك السوشيال ميديا على انك توصل لاكبر عدد من العملاء والناس؟ ساعدتني كثير، لانه بنشر اعمالي في هذا المجال عبر الفيسبوك وعبر الواتس وعبر الانستغرام، يعني اقدر اطور من مهاراتي في هذا المجال. طيب ايش اكثر الاعمال اللي انت تحبها من بين كل الرسومات اللي قمت بها على الجدران او حتى اعمالك الفنيه، اي واحده منها هي المفضله عندك صدام؟ على الجدران فتاه تحمل العلم اليوم، وهي عباره عن لوحه وطنيه تصير جنوب اليمن. ايوه. طيب صدام، احنا سعيدين ويعني وفخورين بكم كشباب يمنيين قادرين برغم كل الصعوبات وكل الأوضاع السيئة اللي بتمر فيها البلاد، قادرين تحول هواياتكم إلى مصدر رزق، وفي نفس الوقت ما تتخلوش عن أحلامكم هذه في بلد للأسف بيفتقد لأبسط مقومات الحياة. طيب صدام، سؤال الأخير معك اللي هو كيف بيشوف الناس هذا الإبداع؟ كيف بيتعامل الناس؟ هل يقدروا الشغل اللي أنت بتعمله؟ هل يقدروا أعمالك ويشعروا أنها فعلا بنفس المستوى الاحترافي أو أنه بس مجرد شغل عادي؟ البعض يقدر هذا العمل، أبي يعني إنسان فاهم في هذا المجال بيقدر هذا العمل، أما الغير ما يقدرش هذا العمل. إذا الفنان التشكيلي صدام قنام، شكرا لك لتواجدك معنا في صباح بلقيس. مشاهدينا، فاصل قصير ونرجع لكم، خليكم معنا. حياكم مشاهدينا، نحب الذهاب إلى الكافيهات علشان نشرب مثلا قهوة
وقضاء أوقات خاصة ولقاء الأصدقاء كذلك. ومشاهدينا، هناك أفكار لمقاهي تقدم خدمات غير مألوفة كهذا المقهى الذي أسسته شابة أردنية مع شبكة كبيرة من المتطوعين ليدعم خدمات المكفوفين. لنتعرف معا على الخدمات التي يقدمها مقهى مطر. نور العجلوني شابة أردنية تحضر كوبا من القهوة لبيعه لرواد هذا المقهى والمختلف عن باقي المقاهي. أنا اسمي نور العجلوني، أنا مؤسس ومدير مشروع مطر، وهذا المكان اللي أنتوا فيه هلأ مختلف عن أي كوفي هاوس بالعادة بتروحوا عليه. هذا المكان كل أرباحه بتروح لمساعدة الأشخاص المكفوفين على التعليم. لمطر أيضاً مبادرة، وهي عبارة عن مشروع تطوعي يحول الكتب الجامعية والموارد التعليمية إلى كتب صوتية لخدمة الطالب الكفيف. الآن قبل مشروع مطر أنا كنت أطبع المراجع اللي بحتاجها على حسابي الشخصي، وكان ثمنها كثير غالي، يعني الكتاب الواحد 80 دينار كان يكلمني. بمطر نحن في عنا شبكة كتير كبيرة من المتطوعين إلكترونياً، يعني تقريباً في معنا 30,000 متطوع من مختلف أنحاء العالم. فكرتنا إنه نحن نوزع الكتب على هدول المتطوعين، كل حدا ببيته على تليفونه إما بيسجل كتاب صوتياً أو إما بيعيد طباعته عن طريق المايكروسوفت وورد. نرجع نستلم هاي الكتب، منجهزها ككتب صوتية أو ككتب مطبوعة، ببعث للطالب الكفيل. وقد استفاد من هذه المبادرة الكثير. من 2013 لليوم قدرنا نفيد أكثر من 800 طالب كفيف بمساعدة أكثر من 30,000 متطوع من حوالين العالم. كل شهر نحن تقريباً ننتج أكثر من 200 كتاب أكاديمي مهيئ لأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية يستخدمه. فغاب عمن هو في مثل عقلك يا أمير المؤمنين أن يدرك الحق في أي الفريقين كان، ولكن بنور ألقاه الله في الصدر. هو شعور جدا جميل، يعني المساعدة وأنك تشعر أنك أنت سبب لمساعدة شخص هو ما بيقدر يشوف، وأنت تكون له العينين أو الصوت أو السمع، هذا شيء جدا، شعور جدا لا يوصف. الشعور بالرضا في مساعدة الآخرين يتضاعف عند معرفة الأثر الذي تقوم به مثل هذه المبادرة التي تستحق الشكر. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. كثير من هذه الخدمات الموجودة في المجتمع، سواء سينما، مدارس، جامعات، أحياناً حتى مطاعم، كافيهات، لا تهتم بشكل كبير في توفير بعض هذه نسميها الأقسام الخاصة بذوي الإعاقة. ونشكر الشباب على هذه الجهود المهمة، لأنهم فعلاً جزء مهم في المجتمع، ومراعاة حقوقهم تقريباً مهم جداً. ولكن المؤسف أنه نشوف مثل هذه المبادرات قليلة جداً يا سمية، وخاصة عندنا في اليمن يمكن قل من يفتح مشاريع خاصة يعني بالمكفوفين. تقريبا وديان احنا في احد صباحاتنا تكلمنا على الشواطئ التي فتحت في الإسكندرية في مصر، في مصر صحيح، للاهتمام بهؤلاء الأشخاص لأن يمارسوا نشاطاتهم الطبيعية في المصيف ويعيشوا هذه الأجواء الصيفية اللي نعيشها نحن ببساطة. هي توفير فقط بعض الخدمات البسيطة اللي تساعد هؤلاء الأشخاص بأن يعيشوا بشكل طبيعي ولا يشعروا أنهم عبء على أشخاص آخرين. خاصة أنه في كثير مثلا من المشاريع اللي اهتمت بالجانب الترفيهي مثل هذه المصايف، والجانب التعليمي مثل هذه المبادرة في الأردن، يعني يعطيهم ألف عافية هؤلاء كلهم الشباب، وفعلا هذا واجب مجتمعي. نتمنى أن نرى الكثير من هذه التجارب على مستوى الوطن العربي وكذلك اليمن. إذن مشاهدينا، بهذا التقرير نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لكم على المتابعة، نتمنى لكم نهار سعيد، كونوا بخير.